من بعد ما أخذت 2 ريكورد بجينيس وورلد ريكورد، أول وحدة عن الكريسماس تري والتانية عن أكبر هلال بالعالم مصنوع من طبقات بلاستيك، حبيت أنه من بعد انفجار بيروت نعطي شوية إيجابية للعالم، شوية أمل أنه في شيء حلو بلبنان عم بيصير. حبيت أعمل أكبر علم دولي بالعالم مصنوع من كل المواد اللي يعاد تدويرها، وأكيد برمت كتير بما أنه بلبنان كان وضع الدولار سيء ولا بلدية قدرت تدعم مشروعي، فكان عندي الحظ أنه Green Community NGO يدعموا هذا المشروع، وكان عندي الحظ الأكبر أنه صاحب جوبيتر قبل يعطيني هذا المحل الحلو لأقدر بين العالم بصورة كتير حلوة. وأكيد بس تنخلص مثل كل بروجياتنا، كل البلاستيك اللي نحن عم نجمعهم من العالم إن عزناهم ولا ما عزناهم عم نرجع نتبرع فيهم لجمعية Kids First، هي جمعية اللي بيعتنوا بالولاد اللي عندهم كانسر، هن بيعملوا لهم ريسيكلاج ببيعوهم بياخذوا الفيدباك للولاد. أصعب بروجي بالثلاثة اللي مرقوا يمكن هيدا، لأنه بدو كتير مواد وكتير ريسايكبل ماتيريالز، وكان صعب يعني لما بلشت ادعي العالم يساعدوني جمعوا لي قصص مبعوزة واكيد ما في كبة، سو كنا نوصل لمراحل ما نشتغل يعني ما يكون عندي ماتيريال لكفي، مشان هيك اخذ وقت كتير، وكان في شتاء ولوك داون وكورونا وناس ما تجي تساعدنا، فايه كان صعب. في ناس كتير بلبنان عن جد ما عم بتكب البلاستيك وعن جد ببيوت عم بتجمع، بس يمكن الجمعيات او اللي حوالينا ما قادرين يشتغلوا صح، فانا عم بقول انه هيك هيك العالم مبسوطه فيي وبالبروجيات اللي عم بعملهم رح كفي تجميع ورح نشيل زباله من البلد. انا من الاشخاص اللي اول ما بلش المشروع بلشت انزل انا وكارولين وشاب ثالث، كان مشروع كتير حلو، تقريبا صرنا نحن شهرين او شهرين وعشر ايام عم ننزل، في ايام مرقت انه تكون شتي نشتغل هون بالفيات، يعني كان شيء حلو لان كارولين معروفه بالبوزيتيفيتي اللي عندها اياها، سو شاركتنا اياها يعني او نحن سرقناها منها. اذا انا بفرد سنه ربحت عن الكريسماس تري وعن الهلال، واذا هلا بربح بالعالم بيكونوا 3 جينيس وورلد ريكورد ان سيم ان 1 يير، سو بالكاله الرابعه بكون اكثر امراه عم بربح جينيس، فمشان هيك بلشوا يطلعوا لي لقب امراه جينيس.